ضيف طاني خليفة، الموسيقار حلمي بكر. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بلسان معارضيك مع ضيف جديد ونجم جديد ومعارضين جدد. ضيف حلقة الليلة الملحن والموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر. أستاذ حلمي أهلا وسهلا فيك. أهلا بك يا فندم. قالوا لي أنه هاي الحلقة الوحيدة اللي ممكن تكون مستمع أكثر ما تكون سائل، لأنه سأل سؤال واحد والباقي بيكمله أستاذ بكر. لا، أنا تعلمت من أستاذ أبواب، قال لي لما توني خليفة يتكلم تسكت لقطة ما يتخلص. لأنه لما كان بيتكلم بسكت لقطة تقول لي هي وما جاوب، فحتحط هي في آخر الكلام أجاوب. لا. اليوم بدنا نبدأ نحن وياك بتسجل لي مين هن معارضي حلمي بكر، بس بدي عزبك يكونوا بشكل مكتوب مين هن أبرز معارضي. أنا هكتب لك من الألف للي، من الألف حروف الأبجدية، من الألف إلى الياء. يبدأ بألف، يعني يبدأ كل اسم يبدأ بحرف من دول، الألف وصولا للياء. في منهم معارض، في من يقابله موافق على اللي أنا بقوله. فالحروف مشتركة ما بين المعارضين وبين الموافقين. بقيهم أكثر؟ لا، بدأ دلوقتي يبقى الموافقين كتير، خصوصا بعد ما عملت برنامج أخير اسمه صوتين وغنوة. نعم. وبدأت أتكلم فيه عن أصول علم الصوت، وإزاي المطرب يبقى مطرب، وإزاي مش كل صوت صاروا موافقينك أكثر من معارضيك. فصار لي جمهور من الشباب رقم واحد. طيب. اللي هم كانوا بيبقوا معارضين. إذا بدنا ندخل بلعبة الأسماء وتسمي لنا بالأسماء أهم معارضي حلمي بكر اليوم على الساحة الفنية والإعلامية. والله في بعض الصحفيين معارضين، مثلا اسم راح من دماغي ما أنه حبيبي جدا كده، أمجد مصطفى. حبيبك ومعارض لإلك جدا، ما هو دي الحلاوة بقى. أمجد مصطفى، نعم، ده صحفي عظيم جدا، وصاحبي بيكتب في الفن وناقد، وطريقته في النقد زيي، يعني حتى لو عجبه الشيء لا يقول لك لا، لازم يعجبني اكتر. وده اسلوب جميل جدا، لان لا تنشد احسن المعروض ولكن تنشد الجمال دايما او الكمال. من معارضيك ومن حبيبك؟ في احيانا بيبقى حبيبي واحيانا بيخاصمني بصباع صغير. عمرو دياب. عمرو دياب. عمرو. الصديق فؤاد معوض. ده حبيب قلبي، ولو انه لسه الاسبوع ده بيجاملني فحطني في خانة اليك وخلاني اشتم بلساني، هو يشتم بلسان انا، فسقفت له برضه. ليه؟ لان انا رايي من رايه، يعني اللي كتب انا موافق عليه. هلا بنشوف شو كتب بعد شوي. فؤاد معوض. أصالة معارضيك؟ دي مش عارف من حزب ايه، خليها حزب وداد قلبي، خليها بره الموضوع، ومش عايز اكتب اسمها على اللوحه دي. ليش ما بتكتب اسمها؟ ما بكتبوش، لان انا بكتب الناس اللي ممكن هيجي وقت اكلمهم ويكلموني، يعني بيعرضوني، انما في ود. انما الانسان اللي هاجمك بلا مقدمات رغم ان انت كنت سبب في انه يتواجد، واول اغنيه نجحت كانت يا صبر يانا، واول ما جت لي جابتها لي. حنحكي في الموضوع. احمد العريان اصبح صديقي بعد، اصبح عندي الان بندقيه اسمها احمد العريان. اصبح صديقك بعد، بعد زعله اتسبب فيها اولاد الحلال. بعد زعله عاديه ولا كان فيها ضرب كمان؟ لا، كان فيها ضرب وطرح واسمه وكل شيء اللي انت عايزه، انما طلعنا بنتيجه ان الحلم العربي كان عمل، اظن مش عايز اشرحه. تكتب اسمه لاحمد العريان؟ احمد العريان. ابو الليف. والله انا مستحمي قبل ما اجي، فمش يعني لازمته ان انا اكتب ابو الليف وابو الخيش وابو الصوف لا، يعني طب الناس دي محترمه وهو محترم، بس ده محترم على درجه. هنتكلم بالموضوع. ما تخلنيش. عائله اسماعيل ياسين، الراحل اسماعيل ياسين اللي فضل منها يعني ميربت وايمن بهجت قمر. نعم. دول من تبقوا من العيله. نعم. دول من معارضيك؟ لا، مش من المعارضين، يعني لما كلمت انا عن حياة اسماعيل ياسين كلمتني ميرفت وقالت لي، قالت لي بتقول يا بابا، كمان تقول يا بابا ان انت كنت حاضر وحاضر وحاضر. نجوى كرم. نجوى كرم صوت بموت فيه.
مش من معارضي؟ لسه ما تعرضناش الا اذا قدمت جواب معارضه دلوقتي هقول لها. بس انت لما رفضت تغني باللهجه المصريه ما قلتش عنها خلت تنجح في اللبناني قبل ما تغني المصري؟ لا، مش اللي قايل خلت تنجح، هي ناجحه في اللبناني، ولكن المطرب اللي ناجح في غنائه اللبناني لا يتكلم كثيرا بحيث يقلل من حجم غنائه اللبناني. هي بطل في غناء اللبناني. انت شو قلت ولو عرفت تغني مصري انت شو قلت عنها هتبقى ضافه. ايه شو قلت عنها؟ انا قلت لا داعي بان يبقى مطربه كبيره جدا بتغني وناجحه تتكلم في الوقت الضايع على انها تقول انا مش هغني مصري الا اذا غنى عمرو دياب باللبناني. بس نقل عن لسانك يمكن بالصحافه اللبنانيه وبعض الصحافه. مش معنى انت طولت في نجوى كرم طولت. لا 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 تقلك ليش؟ لانه كتب مؤخرا يعني من خلال يومين وما بدنا نرجع بقى لموضوع المنقول عن المنقول. يعني انت مش قايله. شوف انا لما اقول لك حاجه هات الكلام هتلاقيني قايله. خلاص خلونا نتوقف مع فاصل اعلاني اول، بعد الفاصل نعود لمتابعه بلسان معارضيك مع ضيف حلقه الليله الموسيقار والملحن الكبير الأستاذ حلمي بكر. نتابع بلسان معارضيك مع الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر. عندنا أربع أسئلة، هالأربع أسئلة رح يكونوا بلسان معارضيك. كل سؤال عندك 3 دقائق لإعطائنا الإجابة الكافية والوافية عليه. بحق لك لمرة واحدة أن تطلب التمديد في حال رأيت أن الوقت لم يكن كافياً لإبداء أو لإيصال الفكرة اللي حابب توصلها. كذلك أنا رح يكون كمان عندي لمرة واحدة التمديد لدقيقتين. واضح؟ واضح. السؤال الأول بلسان معارضيك. بلسان أصالة تقول لن أتعامل مجددا مع حلمي بكر إلا بشرط واحد، وهو أن يكون كومبارسن كما ظهر مع إحدى الفنانات. إنه ما بقى تتعامل معك إلا ما تظهر كموديل أو كومبارس معك كما ظهرت مع إحدى الفنانات من فترة أخيرة. والله العظيم عايز أضحك لأني نكتة. تخيل أنت لما الابن يخلف أبوه. عمرك شفت ابني خلف ابوه؟ بتعتبرها طب اللي يتكلم يكون اكبر مني؟ بتعتبرها بمثابه بنتك؟ لا لا لا، بنت مين؟ لا لا لا، في مثل ده يقول لك الابن اللي خلف ابوه، يعني حصل شذوذ في الكون ان من مد يده في يوم من الايام ما اتقالش عليه كومبارس للسيده المحترمه، وسجلت برنامج 3 ساعات بقشيت بيها، ثم رحت سوريا في البرنامج رغم ان المذيع كان قاسي الا انا هاجمت المذيع عشان مؤمن بان اصاله مطربه، ولكن لم أكن أعرف أنها دخلت مدرسة الحديث والرغي اللي ملوش لازمة. حتى في بعض تصرفات كل درجة نجاح كان بيواكبها عملية تجميل، ولما يحصل عملية تجميل يأثر على الكلام اللي بيخرج من بق المطرب، رغم أن كان المفروض يقل المطرب الكلام ما يكترش الكلام. فهي بتقول إيه لن تتعامل، دي جملة جديدة على فكرة. طب كويس والله، ده انا قايلها من وقت ما قلت مع السلامه، فكون هي ترددها دلوقتي هي شهاده، هي بقول للجمهور قالت لن اتعامل معاه، وانا بقول لها حرمت والنبي الحقيقي. بقول لك ايه، ده كلام بتاعت ناس بتفرفر. عارف يعني ايه بتفرفر؟ عارفها بالمصري؟ نعم. عندما يغرق البني ادم ويلطش في الميه وما يلاقيش حد ينجيه او يطلعه بره. انت قلت انا صنعت ناكره المعروف اصاله وهي تجاوزت الحدود اللائقة وأنا رفعت دعوى قضائية ضدها. بماذا تجاوزت الحدود ولماذا تنعت أصالة بناكرة المعروف؟ حاضر. أولاً نفسي كانت تبقى أصالة قاعدة تكلم المراحل والإقامة في البيت عندي هي وجوزها العزيز، ووقوفي جنب الملحنين اللي اشتغلوا معاها زي ضياء، ولما جت قالت لي هيغني تلقى بعتي هاتي وجابته سوريا، وكانت نتي كده هتجوز أختها وعمل لها ألحان جميلة. وعمر ما كنت بحط في دماغي أنا، بدل إن في مطربين شو الخلاف؟ في مطربين كتير في بيروت عايزين نتعامل. حاضر، خلصت الشغل، لما يبدأوا جاهزين للشغل يكلموني يجي يحفظوا، لما بعتش سيدي هاد ده ليا مبدأ، وبعدين أنا اللي بختار المطرب، ما فيش مطرب بيختارني. ويوم ما جات لي أنا نفسي لو في تليفون أكلم جودي أم دنيا، مجرد ما تكلم دي هتبقى انت خدت الاجابه الوافي. انا خلصت 3 دقايق ولا لسه؟ لا راح تخلص، بس بدك تمديد عليه. لا مش حمد. لا انا حمدد اذا انت ما مديت. لا لا لا. على فكره نكران المعروف هنا
مش من النوع اللي بيتباهى فيه مطربين كتير قوي 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 اللي سميتهم اساميهم واللي طلعوا، وهي واحده منهم. كوني اقف مع مطربه جديده اسمها امنيه سليمان، ده ما كنتش انا، خد بالك، ده انا وجمال سلامه وخالد بكري ونقيب المصخيين وجهام مرشد. لكن بسبب الخلاف شو خلص الوقت؟ حابب تمدد؟ امدد؟ نعم. طيب اتفضل اهو. اوكي، سبب الخلاف، سبب الخلاف وليش صار هذا الخلاف؟ انا فوجئت باغنيه وما قلتليش من الاول ليه بتغنيها على فرقه اسمها وسط البلد. نعم. بلا بروفات، بج 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 رق اقد، وانا معروف التزامي في البروفات. نعم. وعارفه بتشتغل ازاي. فوجئت اللحن مشوه وطلع مطر معاه بيقول ما كانش في خيال ان واحد يقعد يقوق ويقول لي على انه اسباني. نعم. وفوجئت بان اسم الملحن ما كتبش واسم المؤلف مكتوب. انا عارف اللعبه دي بتتعمل ازاي. في قانون جمعيه المؤلفين والملحنين بيدخل المنتج ناشر، فما مجرد ما بتخش. يعني انت بتعتبر انه الخلاف فني؟ الخلاف فني، شخص ماليش علاقه بشخص. طيب ليش راحت الامور للتبادل الشخصي والكلام والاساءات الشخصيه؟ الله، طب ما زعلت مع كذا مطربه في لبنان وكذا مطربه في الخليج، وزعلت مع مياد الحناوي، موجوده مياد الحناوي بتحفظ مني لحن في يوم من الايام، فدخلت علينا وقاعده بعدين بتقول برضه مش الست مياده، ترد مياد الحناوي وردت عليها قالت لها ايه، هي انسانه خلقت لنفسها بجوار النجاحات مشاكل تقلل من حجم النجاحات. ثم اني مهمه عندي في توب 10 في توب 20 وفي توب 5 فوق، لما تبقى في التوب 10 ابعتها لي. تعتبر انه خلص زمن اصاله؟ والله الجمهور هو اللي بيقول ده. شو انا راجل ملحن، انا بقول زمن بالنسبه لان انا لحن. لا طيب، اذا ما نجحت معك بالحانك ممكن تنجح مع غيرك. ما نجحت شيء، نجحت بس بالحانك اصاله؟ لا لا لا، ومحمد سلطان يا اخي ما بحبش حد الا انت، ده انا حافظ الاغاني اللي نجح. طيب ونجحت ب في اغنيه خالد. طيب ليش اذا زعلت معك عم بتقول ما راح تكون بقى بالتوب 10؟ اقول لك، انت خدني على ان الزعل بيني وبينها بتغني لمين، ده انا اللي جبت لها ملحنين، ده انا بقيت اتحايل تغني لملحنين، انا مش مبدئي ده، وما توقعش ناس في غلط لان الناس كلها تعرف ان انا بختار ملحنين لمطربين. انت عم بتقول انه ما راح نشوفها بالتوب 10 يعني؟ لا لا، انت مش ما حد ما لما الله مش بيبقى في المطرب فوق ويطلع. توم جونز يا اخي السنه اللي فاتت عمل اغنيه خد ال خلينا ننتقل التوب 10. خلينا ننتقل للسؤال الثاني. بلسان معارضيك. السؤال الثاني بيقول يتهمونك بانك اليوم مفلسا فنيا، تصاريح كثيره وانتاج قليل، ويقول صديقك الكاتب الساخر فؤاد معوض صديقنا حلمي بكر يتكلم كثيرا ويلحن قليلا ومشغول بالتهجم على الناس. اقول لك حاجه، قول. في اربع اغاني ورا بعض عيد الاعلاميين واخد الجائزه الذهبيه، في الجراند بري الميكروفون الذهبي واخده ثلاث مرات ورا بعض اخر من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. اوكي، طب لماذا يقال هذا الكلام؟ لا ده بيتقال نكت. ليه؟ في زمن مين هتلحن ليه؟ هتلحن تقول ايه؟ لما تيجي بمطرب بينها، عارف يعني ايه بينها؟ يعني ذوات الاربع بدل ما بيغني الاوتوتين هو اللي بيغني له. طيب ما بقى في مطربين اليوم؟ في النهارده في آه. ولذلك انا لما وقفت جنب امنيه سليمان دي من المطربين، في امل ماهر واغنيه موجوده، في مي فاروق، في اصوات جميله جدا، في اغاني موجوده، ولكن لا يذاع الا اللحم الابيض المتوسط. عندك مطربه عندها ورقه توت تزاعها. انت ولا مره تعاملت مع مطربات ورقه توت؟ لا ابدا ابدا. ولا مطربه؟ ولا مطربه. كل المطربات تعاملت معهم لحمهم مش ابيض؟ لا لا لا، في ابيض بس متداري، يعني ابيض تحت غطا، ولكن الصوت هو الجميل، هو اللي ناطق، هو اللي الماس، مش الالماس شغال في العلاطه في الرجلين والبانيوهات. لماذا تهاجم كثيرا الفنانين؟ انا لا اهاجم. يعني اليوم في ظاهره شعبيه في مصر اسمه ابو الليف، فتحت عليه النار بشكل طيب ما هيدا عنده قاعده جماهيريه كمان. عايز اقول لك حاجه، قول. ضيف الهجوم ده كمان للي جاي، انا بهاجم جزء كبير من الجماهير. سيبك بقى من ابو الليف. طب ابو الليف تحديدا ليش بتهاجمه؟ ايه ابو الليف رجل له ظروفه، وهو يبقى خال ايمن بهجت قمر عشان تبقى عارف. نعم. خاله اخو والدته. نعم. لان انا عارف الاسره وهم اطفال صغيرين لما كانوا بيجوا لاسماعيل ياسين، واسماعيل ياسين كان زوج شقيقه. طب ليش بتهاجمه؟ بهاجمه وانا لسه هاجمته،
وانا ده لسه بنوي، قام قالوا لي انت هاجمته، ده انا لسه ما نويتش. لما تقول عنه كلام ابو سفنجه وابو مش عارف ايه يعني، شوف دي سكه فتح مجال، لان في ناس هتنافسه. هو ابو الليف نجح ورا منه ابو صابونه وابو الجوفه. لما كنت بلجنه التحكيم لما قدم ابو الليف على أنا نقابه الموسيقيين، مين اللي قال نقابه الموسيقيين؟ ايوه قول. ابو الليف قال: اجتزت امتحانا صعبا في نقابه الموسيقيين، وكان حلمي بكر موجودا في اللجنه منتسبا. عارف ليه؟ اقول لك لعبه الانتساب. في مطربين كتير جدا بيغنوا بلا عضويه عامله، فاتفقنا مع النقيب ومجلس الاداره ان كل الناس تتلم تحت مظله النقابه، ما بقاش اي حد بره. فاي مطرب بيغني يجيد الى درجه ما الغناء ياخد عضويه منتسبه، وبعمل عليه شرطه الا يرقى الى مرحله العضويه العامله، او يرقى الى مرحله العضويه العامله. شو كان رايك بابو الليف؟ قلت لك سر مش معروف. شو كان رايك بابو الليف؟ اصل ابو الليف برايك وقتها بابو الليف لما قدم؟ لا لا، اوعى تفتكر انا بغير رايي ابدا. يعني ابو الليف له اسلوب في الغناء، يمكن مقاميا بيمسك صوت سليم الى حد ما، ولكن خروج الصوت لازم يتقال له يخرج الصوت ازاي، ثم ان مفردات. طيب. اللي انا نجح بيها ما نطلع اقول في اغنيه. طيب. قبل ما ننتقل لفاصل اعلاني، بما انه انتهى الوقت المخصص للسؤال، طيب ليه ما انتقدت ظاهره شعبان عبد الرحيم؟ يعني يبقى انت ما سمعتنيش. ده انا قلت له حاجه خطيره هقولها لك. تحب اقولها لك بعد ال؟ لا قولها. اقولها. طلع لي في برنامج تلفزيوني قال لي: ليه انت بتكرهني يا استاذ حلمي مع ان انا بحبك؟ قلت له: انا عمري ما كرهتك، ولكن انت ربنا جابك في وقت ما لكي يجعل الناس تستيقظ وتفسر ما بين الصوت الجيد والصوت الغس. فالغريب ان الناس جابتك عشان تتريق في رمضان فسقفت لك، فالعيب مش فيك، العيب في اللي سقف لك ونجحك. يبقى دي بهاجم ده ربنا باعته عشان احنا نميز الاشياء لم نميزها. والدليل ان لما طلع ابو الليف طوارة شعبان. اقول لك ترتيب غريب جدا اذا كنت هلحق. في زمن عبد الحليم وابواب ونجاه وفايزه وكل لا. النجوم طلع احمد عدويه، فاللجنه رفضته، وده كان مطرب في وقت مخلفات الحرب 67. صحيح. غنى كركشند وسلامتها وحبه. مظبوط مظبوط. بس اثبت عدويه انه نجم ولا لا؟ امتى؟ كده عبد الوهاب، كده احمد عدويه، كده شعبان، كده ابو الليف. ده بالنسبه لده يبقى ايه؟ ده قمه. ده بالنسبه لده بس يبقى عدويه كان بزمن عبد الوهاب وحافظ الالقاب وعبد الحليم. أيوة. بتلعب بالمفردات. والكبار لما اثبت نجوميته واثبت جماهيريته ما كان وحده. راي عبد الوهاب قال لي، ما عبد الوهاب قال لي الراي. طب هناك ما يعلم من الاراء، وهناك يقول لك وليه انا اقول ما اقولوش. هتقول لي بليغ حمد لحاله. اه طبعا. اغنيه ايه؟ الجمهور. ما الجمهور اليوم منه عاوز، جمهور منه عاوز فئه وحده او ناس فئه معينه من الفنانين. يعني اليوم عندك ناس عايزين عبد الوهاب، وناس عايزين عدويه، وناس عايزين شعبان، وناس عايزين ابو الليف. عدويه لما ليش بدك تمنع هاي الفئه من الناس؟ انا بمنع وانا املك المنع. لما عدويه غنى مع رامي عياش، نعم، وبحب ان غنى شيء جميل اظن في لبنان وفي مصر كل حته الناس بتسقف له، بتسقف له بتسقف له بذكرى وقيمة عدوية اللي بترحمه على وقت ما ظهر بالنسبة للآخر حاجة ما ورد. خد بالك، ما في نسبة وتناسب وفي رسم بياني. إذا احنا دوسنا عليه وتعاملنا معاه على إن أنا محتاجة أكل مش لاقي أكل، لقيت طيب. أكل مش عارف أروح وأكله. لا، أنت يبدو ناقم جدا. هلأ بنشوف شو سبب النقمة، ولكن خلينا نتوقف مع فاصل. بعد الفاصل نعود لمتابعة بلسان معارضك. نتابع بلسان معارضيك مع الموسيقار حلمي بكر، ونتابع مباشرة مع السؤال الثالث. بلسان معارضيك يسألك معارضوك: كم دفع لك محسن جابر لكي تقول عن عمرو دياب أنه ليس بمطرب بل مغنواتي، وتامر حسني هو المطرب؟ لم أتقاضى مليم من محسن جابر منذ أن بدأ شركته حتى الآن. خلاص؟ وأعز صديق ليا محسن جابر، وفي أي حاجة عربيته يجيني البيت ونقعد نتكلم في كل شيء. ولسه بنفكر في إن احنا نعمل برنامج منوعات وبرضه يبقى لساني الطويل ده فيه.
فكرك كل دول يساووا كام اذا كنا هنبيعهم لصالح كام الدفع؟ طيب يعني اللي فهمته منك انه ما كان في مقابل مادي، انه الصداقه اللي بينك وبين محسن جابر هي اللي دفعتك طبعاً تقول عن عمرو دياب مغنواتي لمصلحه تامر حسني. لا لا ابدا، كويس ان حضرتك سرت الموضوع ده. قلت لي طبعا طبعا قلت قلت ازاي اذا كنا هندوس على العلم ونبيع الدجل ونضحك على الناس ما دام بنبيع لهم غنى يبقى انا مطرب وانا موشحاتي وانا كل لا لا، انا بقى شغلتي انا في لجان الاستماع ونجحت الناس دي كلها. نعم. بقول على ده مغني وده مطرب، مش معناها بقلل من شأن عمرو دياب. مغني بلغة العالمية يعني راجل بتحط له بارتاتورة منه بيغني يلتزم. إذا تحرك وأطرب باللغة العربية اللي عندنا يشوه اللحن ويضرب يعمل ديسونانس ده يعمل المغني نشاز. ده المغني وده لغة عالمية بس مش المغنواتي. لا المغنى ما قلتش المغنواتي. انت قلت المغنواتي. لا لا يا باشا، جملة مغني مغنواتي. لا 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 لا. اللي كتب يعني دي بقى كلمة مغنواتي هي مقصود منها التحقير والذم بعمرو دياب وتضخيم تامر حسني. أولا مغنواتي هي توظيف المهنة للمطرب باللغة العامية أو الفلاحي اللي بيجي قصاده ويجي يقول لك موسيقار، كار يعني مهنته. لماذا تراجعت؟ لا يعني انت يعني هات لي الورق اللي انا بقول مغنواتي. طيب المقصود كان يا سيدي اللي انا بقوله انا ملتزم بك. تامر حسني مطرب. ايوه مطرب، ومش معناه انه مطرب انه احسن من عمرو دياب. طيب مطرب ازاي؟ مطرب يعني ممكن يرتجل ويبتدع اسماء الغناء لانه بيعمل حليات تطول وتقصر مع الهارمونيه تضرب. انا بكلم علمي دلوقتي ومش هبطل. طيب العلم عشان خاطر اللي هم اللي ما فهموش. طيب لماذا قلت هذا الكلام؟ إيه؟ ما هو الدافع الذي قلت؟ لان الاثنين موجودين في الساحه، ده راجل بعمره الفني وده راجل ببدايته الفنيه. ده عيوبه في البدايه الفنيه استخدام اللفظ في الكلام، خليها تاكلك وانا احسن حاجه فيك هو ده، هاجمت في ده. وفين في يوم الريسبشن اللي معمول اذا كان محسن اذا جايبني بقى اذا روتانا ده ما نقول دفعت اكتر، اذا روتانا قدمت لك عروض اكتر ممكن يصير ممكن يصير عمرو دياب المطرب تامر حسني المغنواتي. سالم الهندي قول له مين حلم بكر هقول لك الا ده. ما هو معلش ما اللي كتب مش عارف مين حلم بكر، كان لازم يعرف حلم بكر الاول لان مش انا اللي بتشدني فلوس. ليش عرض عليك سالم الهندي قبل فلوس؟ مين؟ انا بدي اطلب تمديد دقيقتين. هل عرض عليك سالم الهندي من قبل فلوس؟ يا سلام، نفسي يعرض عشان اقطعه. ليش ما انت قلت لو اسال سالم الهندي؟ اسأل يعني وكان سالم بصداقته وكان هناك يوم تجربه سابقه. لا كنا قاعدين في الريسبشن بتاع ورده والريسبشن بتاع والراجل كان موجود وجالس جنبي. طيب بس الانسان كيف بيقدر يعرف الانسان اللي قباله اذا ما جربه؟ اذا ما عرفنيش ما يقعدش جنبي. انا معروف مين حلم بكر معلش. اما اذا كان الحكايه ما تجيب حد من اللي بيطبق يقول لك اصل انا عرضت عليه او قال لي هات عشان اقطع رقبته. بين سالم الهندي ومحسن جابر او بين روتانا ومحسن جابر انت فين؟ انا مش حكايه ان انا هشتغل مع محسن ولا يعنيني ان انا اشتغل مع محسن ولا يعنيني في المقام اللي قلنا نشتغل مع روتانا لان انا اشتغلت 50 سنه ملحن قدمت 1500 في صراع أغنية. روتانا في صراع روتانا مع محسن جابر بينهم واللي عملته روتانا بمحسن جابر عمري ما غلطت ولا انت كحلمي بكر وين موقفك؟ عايز اقول لك حاجه، محسن جابر معاه خطوة بخطوة من أول لما اشترى من صوت الفن ثم جي سؤالي محدد وبدي جواب محدد. أيوة. بين الخلاف اللي قائم بين محسن جابر وشركة روتانا ما أفش حلمي فيه. بكر فين؟ ما أفش فيه. ليه؟ لأن أنا فنان ما ليش دعوة بالخلاف. الشق الإداري ما بتقفش مع ابن بلدك؟ مين؟ لا الفن بلدي. ما بتقفش مع ابن بلدك؟ الفن بلدي. الفن لغة العالم، لغة الشعوب. خلاص؟ لو محسن جابر غلط حاط مع الطرف الثاني. روتانا تخدم الفن او تسيء للفن؟ احيانا تسيء للفن احيانا. يعني تسيء الى بلدك؟ هقول لك ما انا مش عايز يعني تسيء الى بلدك. هاخد فيها ديت 12 دقيقه مفيش. يعني تسيء الى بلدك إيه؟ اذا تسيء الى الفن لا. يعني تسيء الى بلدك حاجة. ما ناخدهاش بالسكه ديت. روتانا يهمها في البدايه ارشيف مصر وين اليوم؟ ارشيف ايه؟ ارشيف مصر الفني، تراث مصر الفني وين اليوم؟ انا قريت الجورنال انا اللي قلبته وسبب الهيصه اللي كتبت وين اليوم؟ من الذي باع تراث مصر؟ من الذي باع تراث مصر؟ المسؤول الموظف اللي هو بقى بطل قومي. من هو؟
بطل قومي. مين هو؟ ما اعرفش اسمه. كيف ما بتعرفش اسمه؟ لان اللي باعه كتير. مين هو؟ ما قلت اول كنت عم بتقول اسمه ورجعت تراجعت. مين؟ محسن جابر يعني عايز تقول؟ لا انا عم بسالك مين هو مولي. الموظف مين هو؟ والله ما اعرف اسمه. في اسماء كتيره جدا لان هو لما واحد بيرتكب الجريمه ما بقاش واحد، بيبقى واحد بيدعمه واحد ويدعمه والا ننتقل الى السؤال الرابع. بلسان معارضيك. معارضوك هذه المره يبدو انهم انتقلوا الى حياتك الشخصيه بعيدا عن الفن. دي احلى حاجه انت هتقولها لي. والله ايه رايك بستمتع انا لما معارضين يحطوا في طوبه فترد في وشهم فروح جايين فاكرين ان هم هيضربوا في اللحم. للاسف انا لحم جامد. ياخذون عليك انك مزواج ومتصابي. يعني تزوجت 8 مرات واخر زوجه لك أصغر منك 40 عاماً. أي اسألها هي إيه اللي عجبك في الراجل ده عشان بينك بين 40 سنة وتتمسكي بيه والعلاقة اللي بينه وبين عيلتها في القمة فوق. شو اللي وبتغير يعني عليا كمان عشان تعرف. شو اللي أنا متصابي بقى اللي أنت شايفني ده؟ أنا مش مركب لعلمك طقم ولا جاي شايلين لي وأنا جايين من بره، لا جاي على رجلي. شو اللي عجبها فيك؟ في حاجات أقدر أقولها وفي حاجات ما تتقالش. ما تتقالش. لا اللي ما يتقالش. طب ما يتقالش ليه بقى؟ ما دام هيتقال يبقى ما يتقالش ليه؟ قول لي في اللي يتقال. معلش في اللي يتقال. ان انا راجل واعرف احمي ست واعرف اقدر ست واعرف تبقى هي شافت بنفسها شخصيتها تبقى هي ماشيه قدامي ما يهمنيش انا بقى قدامها. ما عنديش عقده الانا او الزوج. طيب. التعبان. اذا كنت هذا الشخص المثالي او الشخص ال طلقوك ليه؟ لماذا ايه ليه طلقوك ليه السبعه الباقيين؟ ما طلقونيش يا حبيبي. انت اللي طلقتهم؟ انا مش هقول لك، انما لو سالتهم هقول لك هو اللي طلق. ليش طلقتهم كده اولاد ولا لا ولا انا بكذب؟ ليش طلقتهم والعلم كلهم اصحابي؟ ليش طلقتهم؟ في بسبب يعني اخر زوجه بسبب اصاله طلقت. ليش؟ وهي انسانه ليش إيه؟ بسبب اصاله اتحشرت فيما لا يعنيها وبتدفع غلط فكانت النتيجه قلت باي باي. لان انا هقول لك كاتب عني على باب الشقه اصاله دخلت بينك وبين زوجتك الاخيره. كاتب على باب الشقه رايح فين جاي منين اتاخرت ليه الساعه كام تبقي طالق. حلو علمتني ولا تعرف تعملها على ولا هلا اكتب لي لو تعملها مش هشوفك في الحلقه الجايه. طيب اشاعه زواجك من هيفا وهبي. اشاعه كانت كذبه ابريل ومراتي لما قابلتها بفرح بنت هاني شاكر. بس تمنيت انها تكون حقيقه. لا مش لا لان في عيب. لا لان انا طول عمري بختار الزوجه. هل ممكن تختار انسانه مثل هيفاء؟ اديني بقول لك لا. ليه؟ ليه كده؟ طب ما انا اتجوزت اللي احلى من هيفاء قبل مليون مره. وقالت لي عايز امثل قلت لها طالق. واللي بعديها كانت اجمل واللي بعديها كانت اجمل من الاجمل وتسال فيها كل يقول لي يخرب بيتك بتتجوزهم ازاي؟ لدرجه كل نجوم السينما اصحاب محمود عبد العزيز معهم يخرب عقلك انت وصور غلاف ليهم. طيب ليش ما خليت مثلا بقيت متزوج 4 ليش عم بتطلق؟ كان زمان انا برضو مش قدامك النهارده كانوا بالسكينه او لفوني او قطعوني زي النظام الزوجات. اكتر من واحده ما فيش واخر زوجه هي اول زوجه في حياتي. اعرف دي كويس. حتى هذه اللحظه من الطاهر حتى هي هذه اللحظه هي اول زوجه في حياتي لغايه دلوقتي. شوف بقى زي ليه مش حكايه انا بقلب الصفحه. انت مش عايز اقول حاجه هتضايق مني الستات. انت ليه بتمنع حاجه ربنا سامح بيها؟ يعني انت لما بتيجي تتجوز فلانه وفلانه بتقول لك يا فلان انا بحبك وبتحبوا بعض بسرعه شويه بسرعه وبعدين اللي حصل اني انفصلت بتتجوز واحد تاني بتقول له يا حياتي برضه فاحنا هنخلي دام الخلل ليه في العلاقه؟ بسيب العلاقه ماشيه وانا استريحت واستمريت. قديش عمرك اسم الله اليوم؟ 73. تقدر انت تقول لي عمرك بس تقول 73 6 12 37. انا 40. انت 40 انا قدك مرتين في السن. بس تعالى نجري انا وانت وتعالى النص التاني اللي ما جبتوش. خلي فرد اوعى تشيله. لا طبعا لا طبعا. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني ومن ثم ننتقل الى القسم الاخير من بلسان معارضيك. ما
نصل إلى الفقرة الأخيرة من بلسان معارضيك لهذه الحلقة مع ضيفنا الموسيقار حلمي بكر. في هذه الفقرة طبعا هناك رسالة يجب على ضيفنا أن يوجهها إلى شخص ما. من برأي الأستاذ حلمي بكر سنطلب منك أن توجه رسالة له؟ مين برأيك؟ لعبد الحليم حافظ تحت الأرض. لا نحن بدنا نقول لك لمين، بس انت عايز رسالة فوق الأرض؟ لا انا رح اقول لك لمين. يعني بس انت مين بتتوقع انا نقي لك؟ اللي يعجبك. اي حد. لا انت مين بتتوقع اطلب منك؟ يعني عايز مش عارف ملحنين. مين برأيك؟ مسؤولين. مثل؟ مسؤول زي وزير الإعلام. شو بتقول له؟ لا هقول له بقى. شو بتقول له وزير الإعلام؟ لا ما تخافش، ما عارف مش هقول ايه. لا قول تفضل. لا بوجهها لكل من يقيمون مهرجانات على الأراضي العربية. لا وزير الإعلام شو بتقول له؟ وهقول له ما هجيب في السكة بقى. لا ما هلا بدي اياهم قبل ما يخلص الوقت. شو بتقول له وزير؟ هقول له لكي تقيم مهرجان أو تقيم حفلات يجب أهل الفن هم اللي يكونوا وراء العمل، مش أهل الوظيفة والألم والكتاب. نعم. ولا الراحل عبد الحليم حافظ شو؟ وإلى الراحل عبد الحليم حافظ قول له من آخر مرة طلعتلي من تحت الأرض بسنجد بأنهم دفنوا مطرب ونسيوا في جيبه شريط من اللي بيغنيه، فابتكروا الموتى أنه يوم الحساب وربنا بيحاسبهم، فطلعت بسنجد بيه. هقول لك بقى البنح عشان ما حرقوش. طيب. دفنوا واحد من المطربين يوم فشريط بيغني في جيبه، فابتكر يوم الحساب وكله داخل النار بسبب الغنى اللي بيغنيه تحت. ايه اللي حكايتكم؟ ايه اللي جرى لكم؟ قلت له فلان بيبيع فول، وفلان تاني بطل غنى، والتالت بيشتغل كوافير، واللي طلعوا دلوقتي بتوع السمك وبتوع البطاطس وبتوع القوطه وبتوع خريج السجون هم المطربين. قال لي يا نهار اسود انا هرجع تاني عشان عندنا ام كلثوم تحت. سالتني لما وصلت على البرنامج، قلت لي في مصر قايمه الدنيا وقلبها على قصه الخلاف بين آيل الرحباني وفيروز. غريبة في لبنان ما بتتكلموش بالموضوع ده. لا بلبنان بنتكلم، بس للأسف إنه صرنا عم نتكلم. بدي من الموسيقار حلمي بكر أن يوجه رسالة إلى آل الرحباني. ماذا يقول لهم؟ تفضل كتابة. إلى شجرة الرحبانية المثمرة، دعوها تثمر أعمال ذويكم من خلال الصوت المعجزة، صوت السماء فيروز. وأريد أن أقول لعب الأفراد لا يصح أن يتجاوز العمالقة. حلمي بكر. عايز أقول فيروز مش ملك الرحبانية، صح هي جزء من فرع شجرة الرحبانية، ولكنها هي الباقية التي تعلن عن ثمار الشجرة، زائد أولاد الرحابنة اللي أنجبوهم. ولما اتفرجت على ملوك الطوائف منصور دعاني الله يرحمه، واللي نفسي تقول لي رأيك، فدخلت وطلعت قلت له مين اللي عمل الأعمال؟ قال ولادنا. فبقول يا ولادنا ولاد الفن، في مليون طريقة تدور فيها على حقك، إلا إنك تغضب الشعوب العربية بالإجراء اللي انت عايز تعمله، تضرب بيه عرض الحائط. مرفوض. حتى لو كانوا على حق. حتى لو كانوا على حق. عايز أقول لك حاجة، كتير إنك بتيجي في حق وتتسامح لما تعرف إن انت لو جرحت هذا الحق اللي انت عايزه هتهد المعبد عليك، يبقى انت خسرت. وعايز أقول لك حاجة، صدى الحكايه دي في مصر، قالب الدنيا لدرجه الصحافه، كل الفنانين سالوا، كل جرايد اتحركت عشان تعرف حب الصحافه والشعب المصري او العربي لفيروز اكتر مليون مره من حب فيروز لاغانيها.
تبقى يعني هناك حقوق بيقول انه يعني ورثة الراحل منصور الرحباني بيقول انه لديهم حقوق. يعني هل يجوز ان يكون اسم فيروز ان يمنع اصحاب الحقوق من الحصول على حقهم؟ لو شيء تقليدي هقول لك ارتكب اللي انت عايز تعمله او دار على حقك بطريقه انت تعرف في قضايا الراي العام لا دي اعلى من الراي العام. ليه؟ احنا اتولدنا لقينا فيروز. انا مش بكبر هنا فيروز، انا بكبر او بتغنى بفن فيروز والرحبانيه. انا عاصي كان صديقي جدا منصور، دعمت الصداقه بيني وبينه. تقابلت مع اولاد يوم العرض، ولكن انا بقول لو منصور موجود وعاصي موجود مش هيسلكوا الطريق ده، هيدوروا على سكه تجيب الحق بعيد عن البانوراما او الشاشه اللي بتعرض اهدار الحق. استاذ حلمي بكر، شرف لي اني صادفتك في هذه الحلقه الممتعه جدا. استمتعنا اول شيء بجرأتك بخفه ظلك. الله يخليك. تبقوا الصوت الصادح دائما في زمن للاسف اصبح كلمه فن اصبحت تعني الكثير والكثير بعيدا عن الفن. شكرا لحضورك ولمشاركتك في برنامجنا. أيضا شكر لكل من تابعنا في هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله. تصبحون